حادث مؤسف حيث توفي عامل بعد سقوطه داخل فتحة الصرف الصحي. ورغم أن فرق الدفاع المدني هرعت لإنقاذ العامل إلا أنها للأسف لم تتمكن من الوصول إليه مما أدى إلى وفاته. مثل هذه الحوادث تتكرر دائما في العراق بسبب عدم توفر شروط السلامة اللازمة لعمال الصرف الصحي مما يعرض حياتهم للخطر الدائم. اي شيء عباس اطنينا اطنينا عباس اصعد 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 اي جاي هذا هذا بارك هذا بارك لا تنزل بارك لا تنزل لا لا هذا فوق لا تنزل لا مو حبل انا مالي اصعد اصعد القنين احسب حساب القنين اطمد روحك حتى رد عباس يلا اخوي بطل بابا اريد اريد اللي تشكي ماتوا انت يا ولد وخر عم وخر ينغاز ابتعد يلا بطل عباس وخر سبيسي وخر انا وخر ولا ما وفاة العامل أثارت كثير من التعليقات وانتقادات للمسؤولين لعدم توفير قواعد السلامة لهؤلاء العمال اللي لا يتجاوز راتبهم 170 ألف دينار. طالب الطائي كتب في فيسبوك يقول مجاري الصرف الصحي صارت مشكلة دائمة وبسببها فقدنا هواي موظفين، يعني معقولة ماكو لها أي حل؟ متوكل بالله كتب أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون، مفروض تكون هالحادثة عبرة وتلتفت الدولة لهالمساكين وتضع قوانين تحمي حياتهم. الياسمين علقت الله يرحمها برحمته الواسعة لو أكو معدات سلامة كان العامل أنجز عمله ورجع إلى عائلته بالسلامة.